مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين المتابعين لعب 12 والشرقية، موعد جديد وياكم بالتأكيد ومتابعة لآخر وأهم الأحداث والأخبار الرياضية. فاصل وتبتدي الحلقة. متابعتين مهمة جدا بحلقة اليوم، الأولى حول تسمية الكابتن راضي الشيش المدربة للمنتخب الوطني، حيث أنه لجنة المنتخبات تعقد اجتماعات بشكل دوري للوصول إلى هذه التسمية وتحديد الاسم، ومع اقتراب الإعلان عن تولي الكابتن راضي الشيش بشكل رسمي كمدرب للمنتخب الوطني العراقي، فإن يعني هذا الاختيار يجب أن يتم وهذه التسمية يجب أن تعلن بأسرع وقت ممكن، حتى السيد راضي الشيش بعد انتهاء مهمته مع الشرطة فبالتأكيد يجب أن يفكر بالمنتخب الوطني. خلينا هذا نتابع هذا التقرير ونشوف آخر أخبار يعني تسمية مدرب المنتخب الوطني بعد ما نشوف التقرير. كما كان متوقعاً فأن كل المؤشرات تشير إلى قرب الإعلان الرسمي عن تعيين الكابتن راضي شنيشي المدربة للمنتخب العراقي خلفاً ليحيى علوان والمؤقت عبد الغني شهد الذي رفض استلام مهمة الوطني لتزامنها مع مهمة المنتخب الأولمبي. لجنة المنتخبات تواصل اجتماعاتها اليومية لتحديد مصير التسمية وإعلانها قبل أن تعلن القرعة عن من سينافسنا في الدور الحاسم والمؤهل لمونديال روسيا 2018. الكل الآن أمام مسؤولية جديدة تتمثل بتحديد الواجبات وتنفيذها بمواعيدها، خاصة أن اتحاد الكرة فشل بشكل كبير في كثير من المناسبات السابقة بأن يثبت مهنيته وجدارته في تحديد نقاط الضعف وحل الإشكالات التي رافقت عمله في الفترة السابقة. قرب الإعلان عن تسمية شنيش المدربة للمنتخب الوطني تمثل خطوة للأمام لكي يختار شنيش المساعديه بهدوء وترو، ولأنه الآن يدرب الشرطة وبالتالي يكون مطلعا على لاعبي النخبة في الدوري ويمتلك الوقت الكافي للاختيار والمتابعة وأيضا لإعداد منهج التحضير بعد أن تكشف لنا القرعة عن من سنواجه في التصفيات الحاسمة. إذن الاتحاد العراقي وبعد ما ترك مسؤولية اختيار مدرب المنتخب الوطني على عاتق لجنة المنتخبات، فإن يعني البارحة واليوم الكثير من وسائل الإعلام تحدثت عن أنه الاستحقاق القادم سيكون بقيادة الكابتن راضي شنيشل ولجنة المنتخبات التي تجتمع بشكل دوري ودائم لكي يكون هناك تسمية حقيقية لمدرب المنتخب الوطني العراقي في هذا الوقت. إذن حتى نعرف آخر الأخبار يسعدنا ويشرفنا أن ينضم إلينا من بغداد عبر التليفون السيد فالح موسى رئيس لجنة المنتخبات باتحاد الكرة العراقي. سيد فالح بداية الله يعطيكم العافية، وبالتأكيد يعني عمل لجنة المنتخبات خلال هذه الأيام يعني عمل بالتأكيد صعب لإيجاد حل لمسألة مدرب المنتخب الوطني. ما أعرف إذا فعلا الأخبار صحيحة حول قرب الإعلان بشكل رسمي عن تسمية الكابتن راضي شنيش المدربة للمنتخب العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك أخي العزيز جان ومشاهدي قناة الشرقية. يعني تعرف اليوم اجتماع لجنة المنتخبات قبل 5 دقائق تقريبا 10 دقائق انتهى هذا الاجتماع، هو استكمال للمراحل السابقة من الأسبوع القادم، أكثر من اجتماعين صار عندنا وهذا الاجتماع الثالث بعد تكليفنا من قبل الاتحاد العراقي بعد انتهاء المنتخب من المباريات أمام تايلاند وفيتنام بضرورة أنه تأخذ لجنة المنتخبات دورها اللي كنا نطالب فيه دائما بأنه هي لجنة مهمة بعمل الاتحاد. نعم. ويجب أن تكون لها دور كبير في تسمية الكوادر التدريبية للمنتخبات الوطنية. بالفعل مارسنا دورنا اللي يملي علينا تسميتنا كرئيس لجنة وكأعضاء لجنة، والحمد لله والشكر. يعني تعرف حضرتك وسائل الإعلام في الأيام الماضية تداولت كثير من الأسماء. نعم. التدريبية تذهب باتجاه سين أو صاد، لكن هذا كان ما إلى صحة. نعم. اليوم احنا تقريبا وضعنا النقاط على الحروف. اليوم اجتماعنا تقريبا يعني سمينا المدربين المحليين، المدرب المحلي اللي ممكن أنه يقود المنتخب
بالتصفيات النهائية لكأس نعم. العالم طرحنا ثلاث أسماء تدريبية نعم. نعتقد أنهم قادرين على أنه يقودون المنتخب بغض النظر عن هذه الأسماء وتسميتها في الوقت الحاضر نعم. راح نترك الأمر إن شاء الله يوم غد راح يكون اجتماع الاتحاد نقدم التوصية بشكل رسمي موقع من قبل جميع أعضاء لجنة المنتخبات نعم. ومن أجل أنه تدارس هذه الأسماء يعني ما حاولنا أنه نستبعد أي اسم تدريبي كل الأسماء كانت في موضع نقاش لفترة أكثر من 10 أيام طيب. غايتنا الأساسية كانت في أنه نسمي المدرب القادر الشخصية اللي ممكن قادر على أنه يقود المنتخب وتنتشر يعني المنتخب اللي كان سيد فالح الفترة الماضية كان لا يسر عدو ولا صديق. طيب يعني سيد فالح يعني أنتوا اليوم راح تقدمون التوصية للأسماء لثلاث أسماء لاتحاد نعم. كرة القدم يعني راح تقدمون نعم. ثلاث أسماء لو اسم واحد وهل راح يختار لا. الاسم باتشر يعني باتشر راح يكون الاختيار الاسم يعني أكيد اليوم أنا كان عندي لقاء مع السيد رئيس الاتحاد قبل الاجتماع نعم. قلت له أنه راح نقدم لكم ثلاث أسماء تدريبية بعد أنه اختزلنا الأسماء اللي كانت مقدمة على طاولة النقاش ثلاثة أسماء قدمناها بشكل رسمي للاتحاد نعم هناك أفضلية لمدرب على حساب مدرب آخر وفق نعم. معطيات فنية والخبرة اللي يمتلكها هذا المدرب أكيد هناك فوارق فنية بسيطة بين المدربين لكن هم كلهم يعني قادرين على يقودون المنتخب كلجنة منتخبات أفرغنا يعني هذه واجبنا نعم. الأخلاق اللي حتم علينا أن نختار لهذه المهمة الصعبة يوم غد إن شاء الله الاتحاد راح يطلع على التوصية اللي تقدم هذه لجنة المنتخبات وبالتالي من حقه أن يختار أي اسم من هذه الأسماء مع تأكيدنا في هذه التوصية على أنه المدرب الفلاني عنده بعض المميزات اللي تختلف عن المدرب الآخر وبالتالي وضعنا كل النقاط اللي نعم. تسهم مساهمة كبيرة ومباشرة في تسمية الاسم التدريبي القادم للمنتخب الوطني لذلك احنا ساعدنا الاتحاد وأعضاء الاتحاد على أنه يختصرون الزمن في النقاشات اللي ممكن أنه تأخذها اجتماعهم القادم في سبيل ووضحنا كل النقاط الإيجابية والسلمية في عمل المدربين وإن شاء الله هي كلها أكثرها إيجابية إن شاء الله أعتقد يوم غد تحسن مسألة تسمية الكادر التدريبي وبالتالي يعلن بشكل رسمي لوسائل الإعلام إن شاء الله. كابتن الأسماء الثلاثة اللي موجودة بتوصياتكم تم الاتصال بها تفاوضتوا وياهم تكلمتوا معاهم؟ والله لحد الآن بشكل رسمي لم يتم الاتصال لكن هم من خلال تصريحاتهم كل الأسماء اللي تم تداولها بالوقت السابق يعني ماكو أعتقد مدرب هو يعني يرفض أنه يدرب المنتخب بحجم منتخب العراق نعم. هو ابن العراق سواء كانوا يدربون الآن بالدوري المحلي مع دوري النخبة أو غيرهم هم كلهم يعني سعداء في حال تسميتهم مدربين للمنتخب الوطني نعتقد أنه نفسهم مع الاتحاد في هذا الخصوص في نجاح عمل المنتخب الوطني لكن احنا ردنا نطلب فرصة كبيرة للمدرب من أجل أنه يطلع عن كثب عن دوري النخبة اللي يقام الآن من 8 فرق أفضل 8 فرق نعم. وهو معرفته الكافية بأنه اللاعبين العراقيين نعطي وقت كبير من أجل أنه يقدم برنامج تدريبي في سبيل أنه يعني ينتشلنا من الواقع اللي عشناه بالمرحلة السابقة. زين كابتن. نعتقد أنه الأسماء اللي قدمناها هي قادرة على فعل. كابتن أريد تدللنا شوية وأطلبها من عندك بصراحة الأسماء الثلاثة. يعني استاذ بيان والله العظيم يعني انا اكثر من وسيله اعلاميه او انه قناه اتصلت بي بهذا الخصوص انا اريد تدللنا ما يزعلون من عندنا اخوتنا وزملائنا ان شاء الله ما راح يزعلون كلكم اعزائي الله يسلمك وانا ان شاء الله صبرتوا علينا هاي الفتره ان شاء الله يوم غد هي مو من واجب لجنه المنتخبات ان تعلن الاسم بقدر ما انه نقدم لا الاسماء الثلاثه مو اسم المدرب اسماء الثلاثه ما يخالف مو حتى لا يزعلون علينا من الباشر ما يزعلون والله من عندي ما يزعلون عيونك كابتن فالح ما يزعلون قول ان شاء الله صدقني ان شاء الله تكونون من القنوات السباقه في معرفه الاسم التدريبي للمنتخب الوطني ان شاء الله يوم غد ان شاء الله الـ يعني بالتاكيد باكر هو الموعد الرسمي والحاسم لاعلان اسم المدرب يعني ما راح نوقع بنفس الخطا السابق ولا بنفس عمليه تضييع الوقت والاطاله مثل كل مره وتصير الخميس والخميس يصير سبت ويصير احد وندخل في دوامه باكر او يعني بعده بالكثير يكون اكو اعلان رسمي عن اسم المدرب ان شاء الله باذن الله يوم غد ان شاء الله راح تكون التوصيه مال لجنه المنتخبات حاضره امام طاوله الاتحاد نعم. وبالتالي يعني الاتحاد يكون يعني ملزم باعلان الاسم اللي يتم الاتفاق عليه داخل اروقه الاتحاد نعم. وان شاء الله احنا سارعنا الوقت من اجل نعم. انه
نسمي الاسم التدريبي حتى ياخذ يعني فرصته الكبيره في عمليه الاختيار في برنامج الاعداد للمنتخب الوطني، يساهم مساهمه كبيره في حل الامور. نعم. اللي حاصله الان التداخل هناك بين الاولمبي والوطني، يعني اكيد كل هذه الامور التسميه المبكره للمدرب اكيد يعني راح تساعد في يعني حل. نعم. هذه الامور بالشكل الايجابي ان شاء الله، ونتمنى انه اي اسم تدريبي يتم اختياره من قبل الاتحاد انه يوفق، ونتمنى ايضا نكون انه وقفتنا جاده ان شاء الله، عودتونا دائما انتم تتوقون مع المنتخب الوطني. نعم. في كثير من المرات وكثير من الامور، ونعتقد انه انتم ايضا راح تكونون ان شاء الله جادين في دعم المدرب المحلي في سبيل انه ياخذ دوره بشكل كبير لقياده المنتخب. كابتن، يعني الان التوقيت الافضل هو هذه الايام بالتاكيد قبل اعلان القرعه يوم 12/4، وبالتالي يعني كلجنة منتخبات من ضمن الأسماء الثلاثة صار أكو حديث يمكن عن توفير إعداد مثالي للمنتخب الوطني مرتبط أيضا يعني مهمة المنتخب الأولمبي، صار أكو حديث يعني استشرافي لما ممكن يصير من إعداد للمنتخب الوطني، خاصة نعرف أنه يعني 1/9 عدنا مباراة بالوطني، صار أكو حديث حول هذا الإعداد؟ يعني اكيد احنا بالنسبه لنا واضعين في بالنا كل الامور، ممكن انه تسميه اي مدرب اكيد راح نطرح وجهه نظرنا. ما اخفيك سر انه بالايام القادمه يعني بشكل شخصي ومن خلال اللجنه تم الاتصال بكثير من المعنيين في الامر الرياضي، استمعنا الى وجهات نظرهم فيما يخص عمل المنتخب للمرحله القادمه، وليس فيما يخص التسميه، يعني يخص عمل الاتحاد، عمل المنتخب، شنو الفرص اللي ممكن انه نقدمها للمنتخب في سبيل انه نساعده على نجاح برنامج التدريب للمدرب المنتخب الوطني. كل هذه الامور ان شاء الله راح تكون يعني موجوده ومناقشتها حاضره، لكن الجميع خليطمئن بانه الاتحاد جاد على انه ينفذ البرنامج التدريبي للمدرب بالشكل السليم اللي يساعد على نجاح عمله، وبالتالي هذا ينعكس ايجابيا على اداء المنتخب الوطني في التصفيات النهائيه ان شاء الله. كل التوفيق لك ولكم الكابتن فالح موسى رئيس لجنه المنتخبات بالاتحاد العراقي لكرة القدم، كان تو طالع من الاجتماع واكد لنا انه اجتماع لجنة المنتخبات اليوم استقرت على توصية بثلاث اسماء، هذه الثلاث اسماء ستذهب غدا الى اجتماع مجلس ادارة اتحاد كرة القدم حتى يقررون اسم واحد، ولكن يعني مع التزام الكابتن فالح موسى بعدم الادلاء باي اسم من الاسماء الثلاثة، لكن يعني كل المؤشرات، كل الاوراق، كل التوقعات تذهب الى انه الكابتن راضي شنيشي اللي هو الاقرب لتولي تدريب المنتخب العراقي، وبالتاكيد على خلفيه انه الكابتن راضي شنيشي اللي هو الان مطلب جماهيري لتدريب المنتخب، وهو يعني المدرب الوحيد اللي يعني الان قريب من كل العمليه التدريبيه، سواء على مستوى الانديه اللي يدرب الشرطه، اللي يشوف لاعبي دوري النخبه يتابع أدائهم، وأيضا إلى تجربة سابقة مع المنتخب الوطني في كأس آسيا قريب من اللاعبين لهم تجربة سابقة معهم، مو أنه يعني مع الاحترام الكامل للباقي الأسماء الثلاثة المطروحة، وبالتأكيد نتمنى باشر اتحاد كرة القدم يصدق بوعده ويفي بوعده ويعين مدرب للمنتخب العراقي حتى لا تظل كل يوم تجر القصة، والإعلان يصير الخميس والخميس يصير السبت مثل ما قلنا، والسبت يصير أحد، وبالتالي يضيع الوقت، لأن لازم اتحاد كرة القدم يعلن اسم المدرب المقبل للمنتخب العراقي قبل القرعة يوم 12/4، لأن مع إعلان القرعة راح يبدأ العمل الحقيقي لمدرب منتخبنا الوطني، يختار مساعدين، يختار ناس اللي تعمل معاه، ويبدأ باختيار الأرض وبدراسة كل الجوانب المتعلقة بمهمة المنتخب الوطني بتصفيات المونديال. قبل 12/4 لازم يكون عندنا مدرب يا اتحاد كرة القدم. المرات الكثيرة السابقة ما وفيتوا بالمواعيد، هالمرة لازم توفون بالمواعيد لأن الوقت ما يسعفنا. المتابعة الثانية بعد الفاصل القصير، أتمنى تظلوا ويانا. مباريات الدوري العراقي شغلة الجمهور الرياضي بالتأكيد بكثير من المحطات والمناسبات، و يعني يوم أمس باللاعب 12 كان عندنا اتصال مع الكابتن نجم عبود حكمنا الدولي السابق ومقيم الحكام في مباراة الميناء والنفط، وتحدث عن شرعية هدف الميناء اللي لغته صافرة الحكم واثق محمد،
وحكامنا على طول الخط المواسم الماضية يتعرضون للكثير من الانتقادات والاتهامات من الحياز. كثير من أندية المحافظات يقولون أندية بغداد ما تعاني الظلم التحكيمي اللي تعانيه أندية المحافظات، وقالوا أنه أندية بغداد مدللة ما عليها مشاكل، وأندية المحافظات هي اللي يعني واقعة بالقضية وبالقصة وتظلم من قبل الحكام. الحكم العراقي في دور النخبة هو متابعتنا الثانية بحلقة اليوم مع ضيفنا القدير الكابتن حازم حسين عضو لجنة الحكام اللي راح ينضم إلينا بعد ما نشاهد هذا التقرير إن شاء الله. ما ذنب الفرق التي تصرف مئات الملايين وتقدم أداء جيدا داخل المستطيل الأخضر وبالتالي تلعب الأخطاء التحكيمية دورها في عدم حصول الفريق على النقاط الثلاث أو النقطة الواحدة عندما لا يتم احتساب هدف صحيح أو يسجل عليه هدف من الخصم يكون غير شرعي أحيانا؟ على لجنة الحكام أن تكون حازمة وتأخذ بنظر الاعتبار ما تسببه الأخطاء التحكيمية على الفرق والجماهير من خلال تقييمها للحكام وإعطائهم للدرجة المناسبة والتي يستحقها كل حكم ما بعد المباراة، وبالتالي عن طريقها يمكن أن تناط مهمة تحكيم المباريات وفق ما قدم الحكم خلال الفترة السابقة، لا أن تمر بعض الحالات مرور الكرام دون محاسبة الحكم، والذي عليه أن يتعلم من أخطائه ويكون ضعف التقييم مقياسا له في قادم الأوقات. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. إذن أصدقائي بالتأكيد الحكم العراقي يعاني كثير من يعني الأمور ده يعمل وفق ظروف صعبة غير آمنة على الأقل بالنسبة له، وأيضا الجمهور له حق أنه يزعل وينقهر ويعني يتنرفز لكن بحدود المعقول، ليس بالتعدي ليس بالضرب، سواء على مستوى يعني التعدي اللفظي أو التعدي الجسدي الجمهور ما له حق، لكن له حق أنه يزعل ينقهر ينتقد إذا خاصة إذا ما كان خطأ الحكم خطأ جسيم وبالتالي يمكن يضيع نقاط مباراة، يمكن يغير نتيجة على فريقه وممكن فريقه يخسر. خلونا أولا أنا وأنتم نرحب دائما بضيفنا العزيز والكريم الكابتن حازم حسين حكمنا الدولي السابق وعضو لجنة الحكام باتحاد الكرة العراقي. سيد حازم سعداء جدا دائما بتشريفك لنا باللاعب 12 وبالشرقية وحضورك الدائم ويانا. معاناة الحكم العراقي هي جزء من معاناة الجمهور العراقي، يعني أكو معاناة متبادلة، الحكم يعاني من الجمهور والجمهور يعاني من الحكم. هل فعلا سؤال عام بالبداية، هل فعلا الحكم العراقي في بيئة آمنة حتى يطلق صافرته بكل حرية؟ في البداية أخ فيان أهلا وسهلا بك، وأنا سعيد جدا بلقائك مرة أخرى على الشرقية، والتبيان ما حدث ويحدث دائما وسيحدث من إرهاصات التحكيم والذي هو جزء من لعبة كرة القدم. أكيد. بالعودة إلى السؤال اللي تفضلت به حضرتك، هل الحكم يعاني؟ أكيد يعاني الحكم. الحكم عانى كثيرا، يعني أول المعاناة هي يعني لم يكن الاهتمام به ذلك الاهتمام الكبير، سواء من قبل الجمهور من خلال عدم فهمهم لمهمة الحكم الذي يقود هذه المباريات. خبراء التحكيم أخ فيان دائما يقولون الحكم الجيد هو الحكم الأقل عددا من الأخطاء. نعم. إذن أخطاء الحكام موجودة شئنا أم أبينا. طيب. كانت أخطاء سابقا والآن ومستقبلا، هذه الأخطاء هي جزء من اللعبة. لما يخطئ الحكم، لما يخطئ اللاعب، لما يخطئ المدرب، الإداري، الجمهور، الكل أو الجميع يخطئون. لماذا التركيز فقط على أخطاء الحكام؟ طيب. التركيز على أخطاء الحكام لأنه الحكم هو احنا نسميه الإمبراطور التحكيم وليس دكتاتور التحكيم. إمبراطور لأن لا تجري مباراة بدون الحكام الموجودين الذين يقومون بقيادتها. لذلك التركيز دائما
وأبدا على الحكم، لأنه الشماعة التي يضع دائما عليها المدربين أو اللاعبين أو الجمهور الأخطاء أو لما يصيب فريقهم. صح، احنا نعترف أخطاء، حدثت الأخطاء، طيب، وستحدث الأخطاء، لكن هذا هو ليس نهاية المطاف. أي ما يخالف سيد حازم، يعني الأخطاء تحدث، نعم، وتصير أخطاء، لكن أخطاء تتأثر على نتائج مباريات، تتأثر على أحلام جمهور، تتأثر على وضعية فريق بالدوري، سواء من ناحية إحراز اللقب أو إحراز الفوز المهم أو حتى يمكن الصراع على الهبوط، وهذه الأخطاء تتكرر، وما نشوف أكو فعلا يعني عقوبة أو ثواب إذا ما أنجز الحكم أداء كبير، ماكو ثواب له، ولا أكو عقوبة للحكم إذا ما أخطأ. أخطاء الحكام دا تتكرر وبشكل مؤثر على نتائج المباريات. أخ فيان اللي تفضلت به كله صحيح، نعم، الحكم صح، بخطأ من الحكم يخسر فريق، نعم، وبخطأ من لاعب، نعم، في عدم تسجيل هدف أو تسجيل هدف في مرمى أيضا يخسر الفريق. طيب، العملية تكاملية أخ فيان، العملية، نعم، تكاملية، يجب أن تكون لدينا هذه الثقافة، نؤمن بكرة القدم وبما ينتج عن المباريات، سواء، نعم، من الحكم أو من اللاعب أو من المدرب. طيب، يعني هذه ثقافة احترافية. زين، بصراحة نشوف احنا كل مباريات العالم، كل مباريات اللي تجري في العالم هي دائما فيها أخطاء، ودائما حتى في كأس العالم نلاحظ الأخطاء الكبيرة، رغم ما يهتم يكون الاهتمام في كأس العالم، يعني الحكام قبل شهر من كأس العالم يكونون في معسكر تدريبي خاص بالحكام في كأس للتهيئة لكأس العالم، يتوفر للحكم. أنا ذهبت إلى كأس العالم، نعم، كأس العالم للشباب، ذهبت إلى كأس العالم وشفت مدى الاهتمام والحفاوة التي يلاقيها الحكم، نعم، لكن رغم كل هذا الاهتمام وكل هذه الحفاوة تحدث الأخطاء. إذن يجب أن نؤمن بأنه كرة القدم هي فوز وخسارة وتعادل. طيب، سواء بخطأ من حكم، من لاعب، من مدرب، هذه هي الثقافة التي يجب أن تسود في مجتمعنا. طيب كابتن، خلينا الآن ندخل شوية للتفاصيل أكثر ما صار بدوري النخبة، ورأيك مهم جدا. أولا، أنتم كلجنة حكام صار أكو لغط على مسألة الحكم واثق محمد، حكم مباراة الميناء والنفط، وكان اكو كلام على انه هو تم تغييره قبل ساعتين من موعد اللقاء. اولا، هل هذا الكلام صحيح؟ واريد نعرف الاليه اللي على ضوءها يتم اختيار حكام مباريات الدوري الختامي، دور النخبه اللي يلعب هذه الايام. نعم، بصراحه اخ فيان، نعم، يعني احنا اذا تلاحظ بدء الدور الاول والدور الثاني، نعم، الذين قادوا المباريات فقط هم الحكام الصفو، حكام الدوليين. طيب، لم نلاحظ أي حكم درجة أولى، وذلك هذا يبين مدى الاهتمام بهذه المباريات. طيب، لأنه مباريات حاسمة، مباريات مهمة، تهم كل المجتمع العراقي، تهم الأندية، اللاعبين، الاتحاد، الكل مهتم بهذه المباريات. المباريات هي كل دور أربع مباريات أخ فيان، نعم، لذلك يكون تركيز الإعلام، تركيز الجمهور كله على هذه الأربع مباريات. زي، أي خطأ في هذه المباريات يكون محسوب ويكون مرئي من قبل كل الأطراف. لذلك، طيب، حدث الذي حدث، الأخطاء مثل ما قلت لك أخويان، وأكرر دائما الأخطاء دائما ما تحدث. ما تطرقت إلى الذي حدث للأخ واثق محمد، دكتور، نعم، واثق محمد، هو أنا أعتبره طبيعي جدا في كرة القدم. طيب، طبيعي جدا في كرة القدم للأخطاء اللي تحدث. طيب، يخطأ واثق، يخطأ غير واثق، يخطأ علي، يخطأ زيد، يخطأ هيثم، كل الحكام. طيب، حتى حكام الدرجة الأولى معرضين للأخطاء، يخطأون حكام اللي على المستوى العالمي أيضا، حكام العالم. لذلك تفسيري للحالة لأنه عدد المباريات قليل، لذلك كان التركيز على هذه المباريات. بس هذا مو يعني مو عذر أني أخطأ، خطأ ألغي هدف صحيح أو ضربة جزاء مو صحيح، هذا يصير عليها تركيز. أنا كاتحاد كرة قدم أو رابطة تنظم مباريات دوري أو كلجنة حكام، أنا عندي 10 مباريات وعندي مباراتين هي نفس القياس ونفس المعيار. يعني أنا إذا عندي 10 مباريات لازم، صحيح، لازم أغلط، ولو عندي مباراتين لازم ما أغلط لأن عليها تركيز كابتن؟ لا 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 لا، هذا مو قياس، بس أنا إيش دا أقول فيان؟ نعم، إحنا كان عندنا 10 مباريات في الدوري الممتاز، 10 مباريات، لم يكن هذا التركيز. الآن الفرق النخبة، فرق الصفوة تجمعت، فرق الجماهيرية، الفرق المهمة في المحافظات، هذه الفرق تجمعت، لذلك كان التركيز، قلت لك هي عدد مباريات أربعة.
تركيز الإعلام، أنا ما أقول يجب عدم الاهتمام، بالعكس الاهتمام هنا في هذه المباراة يجب أن يكون على أعلى المستوى من قبل الحكم، من قبل اللاعب، مدرب، إداري، لجنة الحكام، الاتحاد، كل الأطراف يجب أن تهتم. لكن رغم قلت لك إذا كل هذا الاهتمام، يعني اهتمام بكأس العالم ما أعتقد يجاريه اهتمام، وحتى الأخطاء لغت أهداف، خسرت فرق، لذلك يعني احنا لكن احنا علينا احنا كلجنه حكام، نعم، الادوار الاولى والثانيه انتهت، الان راح يتوقف الدوري لمده اسبوع، نعم، الان راح تصير جلسه ندعو الحكام، علينا احنا كلجنه حكام التوجيه والتقويم، الحكام توجيههم وتقويمهم حتى في سبيل ان يتجاوزون هذه الاخطاء. زين كابتن انت ما جاوبتني على، نعم، السؤال، هذه تفصيله يعني شيء مهم. نعم. اختيار الحكام للمباريات شلون يتم؟ نعم، يعني انتم كلجنه الحكام انت وسيد طارق احمد تقعدون تلمون الحكام، نعم، وتسوون قرعه لو كل واحد تعطوا اهميه على اهميه المباراه بالاتصال، لا، الشخصي، ووضح لنا الصوره يعني بالضبط. لا انت جبت المفيد، الاختيار دائما يكون الحكم الافضل للمباراه، يعني كل مباراة لها حكمها الذي المميز لها بصراحة. ان اربع مباريات احنا بصراحة ان الاربع مباريات نفس الاهتمام بغض النظر عن هذه مباراة جماهيرية او غير. طيب. نختار دائما الحكام، احنا عندنا منو اختارنا الحكام؟ اختارنا علي صباح، نعم، مهند قاسم، واثق محمد، هيثم محمد علي، يعني هم ذولا الحكام الصفوة عندنا، زيد ثامر، هذول الحكام هم الصفوة عندنا، صباح عبد، يعني هم ذولا الحكام الصفوه. شلون تبلغوهم وشو كنت تبلغوهم؟ شلون تبلغوهم وشو كنت تبلغوهم كابتن؟ مباريات بغداد، طيب، مباريات بغداد، أي، قبل يوم يبلغون، الحكم اذا سافر للمحافظه ايضا قبل يوم يسافر، يعني نعم، هو مبلغ اصلا، لان قبل يوم مثلا راح للبصره قبل يوم يتبلغ، حتى قبل يوم مسافر هو، زين، قبل موعد المباراه بيوم واحد يذهب الى البصره او الى النجف لنفط الوسط، زين، يذهب قبل يوم، فلذلك التبليغ قبل يوم من المباراه. طيب الان مع يوم امس السيد نجم عبود كان ويانا مقيم الحكام لمباراه الميناء والنفط، اقر انه نعم، يعني هدف الميناء الملغى هدف صحيح، وبالتالي كان اكو كلام، نعم، انه لجنه الانضباط يعني رفعت توصياتها بمعاقبة الكابتن واثق محمد، وطارق، نعم، احمد يرفض هذه العقوبة، ويعني يصر، نعم، على انه الامور تمشي وتاخذ مسراها الطبيعي، كان هذا امر يحدث في كل مباريات كرة القدم. هل هذا الخبر صحيح؟ هل فعلا اكو عقوبة راح تطال واثق محمد بسبب انه خطأ اثر على نتيجة مباراة؟ اولا لجنه الانضباط ليس لها اي عن قريب او بعيد عن ممتاز. ما انا اردت اسمعها من عندك، هاي لجنه الانضباط تنظر دائما بالعقوبات الانضباطيه، أكيد، للاعبين، للمدربين، للجمهور، اكيد انا اردت اسمعها من عندك حتى نبين للناس، نعم، انه لجنه الانضباط، مو انا اقول انت تقول انه لجنه الانضباط ما لها علاقه، نعم، باداء الحكام، صح؟ طيب. ما لها علاقة بعقوبات الحكام، أكيد، صحيح، أكيد. هذا واحد. اثنين، لجنة الحكام هي المسؤولة عن ما يحدث للحكام. احنا قلت لك خلال اليومين القادمة سيكون عندنا اجتماع، يعني خلال هذا اليومين يكون عندنا اجتماع، وقلت لك لمناقشة كل ما حدث بالدورين الأوليين من دور النخبة. نعم. اكيد الحكم اللي اجاد ايضا راح يجب ان يكرم، نعم، والحكم الذي اخطأ ايضا سوف ينال ما ينال، ليس العقوبه، العقوبه، نعم، احنا ما عندنا عقوبه بالتحكيم استاذ فيان، نعم، العقوبه يعني تاخذ غير منحه، احنا اذا حكم شفنا بانه مخطئ نقومه التقويم، كيف يكون؟ ليش ماكو عقوبه للحكم؟ الإيقاف. قانونا انتم لجنه الحكام ما تقدرون تحرمون الحكم من دورين، يعني ليش ماكو عقوبه للحكم؟ الحكم اذا ظلم فريق شلون يشعر، نعم، انه هو تحت ضغط اذا ماكو عقوبه؟ احنا مو عقوبة فيان، مو، نعم، عقوبة، كان هذا إيقاف يسموه، إيقاف. العقوبة فقط خل نفهمها، يعني يمكن هذا الكلام متداول، نعم، لكن في يعني اكو نوع من الخطأ فيه. طيب. العقوبة لما الحكم يتعرض في نزاهته، هنا تكون العقوبة. الإيقاف هو فقط للأخطاء البشرية التي تحدث للحكم فقط، هذا إذا حدثت يكون هناك إيقاف، يعني إيقاف واثق محمد ما راح يتم إيقافه، تقويم الحكم واثق محمد ما راح يتم إيقافه، اكيد، اذا كان مخطئ، اذا
احنا اخ فيان احنا اذا قلت لك راح نجتمع ونقرر هذه المباراه والمباراه التي سبقتها راح نقيمها، كل حكم لم يكن موفق في هذه المباراه سيتم ايقافه. طيب يعني بما معناه انه ماكو قرار الى الان، قرار رسمي بمساله ايقاف الحكام المخطئين. نعم اكو راح تستغلون هذه فتره الاسبوع اللي بيها متوقف الدوري تجتمعون انتم لجنه الحكام مع أكيد. مع حكامنا كل الاعتزاز بيهم اللي حكوا المباريات وتناقشون باخطائهم، وانتم لجنه الحكام تقولون ان هذا الحكم يستحق الايقاف او لا، مع العلم انت حضرتك قلت واثق محمد اخطا، نجم عبود طلع قال له واثق محمد اخطا، فبالتالي انه اكو يعني اكو دراسه لهذا الموضوع قبل ما تتخذون قرار. اخي فيان احنا عندنا تسجيل كامل لكل المباريات. طيب. واخذنا اللقطات المهمه، اخذنا اللقطات المهمه لهذه المباريات وحددناها، راح نجتمع نجمع هذه اللقطات، نجمع هذه الاحداث ونقعد ونقيم الحالات وعلى ضوئها تتخذ القرارات الخاصه بها. زين اذا 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 الامر يعني انا عاهدك بانه هاي سوف يحدث، هذا الامر سوف يحدث. يعني كابتن الان الجماهير تريد تشوف رد فعل، والحكام ايضا يحتاجون الى من يعني يقومهم، وربما انتم كلجنه حكام يمكن غياب اسلوب الثواب والعقاب يعني خلى يمكن البعض من حكامنا يخطا ويقول الامور تمشي طبيعيه، فهنا لازم اكو وقفه حازمه حتى لا ينظلم احد، لا الحكم ولا الجمهور ولا الانديه. الكلام اللي تفضلت به صحيح، كان حدث بالمرحله الاولى والثانيه من دوري الممتاز، لكن يعني حدثت اخطاء، لم يتم اتخاذ الاجراء المناسب لها، ولم يتم تكريم الحكام الذين ابدعوا في قياده المباريات، لكن اعاهدك بانه في دوري النخبه الكلام سوف يكون غير، لانه اهتمام كبير سوف يكون في هذه الادوار السابقه والقادمه من اجل تثبيت مبدا الثواب والعقاب. مبدا الثواب والعقاب مبدا يجب العمل به يعني بكل مجالات الحياه. اكيد يعني انا شلون افرق بين حكم جيد وحكم غير جيد؟ لما الحكم الجيد الذي يبدع اكرمه، الحكم الذي يخطئ اقومه اوقفه. هذه الامور تساهم في عمليه تطوير التحكيم والابتعاد عن الاخطاء التحكيميه. ان شاء الله كابتن، اتمنى يعني يظل ويانا تقرير اخر اصدقائي يعني نسلط به الضوء على انه لعبه كره القدم هي لعبه بشريه، ومثل ما للجمهور حق انه ينتقد الحكم ويعني ينتقد أداءه وأخطاءه، لأن هو أيضا الجمهور من دم ولحم وبشر، ويعني ينقهر ويزعل ويضوج على نقطة ضيع أو على فوز يضيع أو على هدف يضيع، فأيضا الحكم هو بشر حال الناس، وهاي الضغوطات من العشرة آلاف أو الخمسة آلاف أو العشرين ألف اللي بالملعب ومن الآلاف المؤلفة اللي تشوف المباراة بالتلفزيون ما تسمح لنا أنه إحنا نتجاوز عليه على عائلته وعلى أهله، أنه نغلط عليه بهذه الطريقة وبالتالي الحكم العراقي يفقد هيبته واحترامه. أولا كونه عراقي إحنا ما نرضى لأي عراقي أن يتعرض لأي مسبة أو أي مهانة مهما كان مجال عمله، وأيضا لمهنته ومكانته، نعرف الحكم يجب أن يتميز بكاريزما خاصة بحضور خاص، وبالتالي لما يتعرض لمثل هيك يعني مضايقات ومثل هيك تعديات هذا أمر يعني يخليه في مكان احنا ما نتمناه، وبالتأكيد تقرير يوضح لنا هذه الصورة ونرجع لكم. الجميع معرض للخطأ، وفي الكثير من الأحيان تكون الأخطاء الرياضية في التحكيم دون قصد وتوضع في إطار الخطأ الغير مقصود، فسوء التقدير أحيانا يلعب دورا كبيرا في ذلك، وصعوبة اتخاذ القرارات في أجزاء من الثوان يكون عاملا مهما ورئيسا يحتم على الحكم إعلان صفيرته مباشرة ما بعد الحالة. فالحكم إنسان كبقية البشر وربما يصيب أو يخطئ، لكن أن يتم معاملته بهذا الشكل المهين فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، عندما يحاول البعض ضرب الحكم أثناء انتهاء المباراة أو التجاوز عليه بألفاظ نابية تسيء للجماهير قبل أن تسيء إليه، ف
فهو شيء محزن بحق الرياضة العراقية والتي تحتاج إلى أن تسمو بالرفعة والأخلاق والوحدة الوطنية، لأن تكون مسرحا للشجار والعراك وسوء التنظيم في حال تسجيل فوز هذا الفريق وخسارة ذاك. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. كابتن حازم نرجع لحضرتك، فرق المحافظات يقولون لجنة الحكام تخاف من فرق بغداد ومن جماهير فرق بغداد، وفرق بغداد مدللة وفرق المحافظات هي اللي يعني واقع الفاس بالرأس عليها مثل ما يقولون. نعم صراحة احنا عندنا كل الأندية سواء من احنا عندنا عراق، احنا ما عندنا محافظات زي. عندنا أندية بغداد 6 أندية وفريق ناديين من المحافظات اللي هي الميناء ونفط الوسط زي. نفط الوسط لحد الآن هو متصدر الدوري فائز مباراتين ما عدا الميناء، والذي حدث مع الميناء اللي حدث مع الميناء أيضا حدث مع فرق بغداد، حدث مع 3 فرق أو 4 فرق من بغداد، يعني محافظة واحدة وأربع فرق من بغداد، هذا يعني اللي الذي حدث. إذن أين مكمن ال يعني التقصد في تقصد المحافظات؟ احنا اللي يهمنا الأندية كلها عندنا سواسية، لا نفرق بين نادي محافظة ونادي بغداد، الكل سواسية، الكل يجب أن يعني نحترم الباقي الأندية ونتمنى لها التوفيق بكل مجالاتها، حتى في سبيل احنا أيضا نبعد حكامنا عن المشاكل التي تحدث لهم. طيب يعني جتكم يعني شيء رسمي بخصوص اعتراض او احتجاج على اداء الحكام من الاندية المتضررة؟ يعني مثلا الميناء قدموا شيء رسمي بخصوص الحكم واثق محمد؟ لو ما صار شيء هذا المسار هذا الشيء لحد قبل ما ادخل الاستوديو مع حضرتك لم يكن هناك اي شيء من هذا القبيل، وحتى اذا كان هذا احنا يعني بصراحة اذا كل نادي حدثت له مشكلة مع حكم احنا يعني هم كل الأندية طالب نريد حكام دوليين، احنا عندنا 6 حكام دوليين. نعم. اذا 3 أندية او 4 أندية اعترضت ما تريد الحكم الفلاني. نعم. والنادي الفلاني ما يريد الحكم الفلاني، بصراحة يعني معناتها يعني حكامنا خلصوا، يعني بعد احنا بيش نحكم؟ نعم. فلذلك احنا هاي بصراحة طريقة غير صحيحة. نعم. يجب احنا يعني ما ناخذها من نظر الاعتبار، لكن لا نعتمد عليها اساسا. نعم. يعني ناخذ نظر الاعتبار مثلا الحكم عنده مشكلة مع النادي الفلاني. نعم. نبعده يمكن لفترة، لكن لا نمنعهم من التحكيم بتاتا لهذا النادي، لا نبعده لفتره لما ممكن يعني نشوف حكام اجانب مع اقتراب المنافسه والاثاره، يعني الادوار الختاميه او ربما نهائي كاس العراق ممكن نشوف حكام اجانب مجاورين يجون يحكمون مباريات الدوري العراقي او نهائي الكاس. كابتن هي اولا صعبه الحدوث، لماذا؟ لانه هذه تعتبر ضربة للحكم العراقي. ممكن طيب. إذا يكون هناك مجال عن طريق الاتحاد وعن طريق لجنة الحكام بعقد اتفاقية يعني اتفاقية تعاون بين بلدين، يعني يروحون حكامنا أهلا وسهلا بالحكام الآتين، يعني بصراحة هذا لأنه الحكم الأجنبي الذي يأتي إلى العراق ويقود المباريات هذا هي جزء من الحكم، هو أيضا هو أصلا يعني حكم من باب تخلصون من وجع الرأس. كابتن من باب تخلصون من وجع الراس مباراته ومشيها والله احنا وجع الراس هذا اخي بيان انت مثل ما تعرف حضرتك من زمان هذا وجع الراس متعودين عليه من زمان، يعني هي شوف بيان حلاوة كرة القدم باخطاء الحكام، يعني لو ما هذا الحدث خطأ الحكم يحدث بصراحة مباريات كرة القدم تصبح روتينية لا جدال فيها لا نقاش، لكن احنا نبقى نصر نقول دائما نحاول نقلل من هذه الأخطاء، نحاول يعني نحث الحكم على أن لا يخطئ مثلا تسجيل هدف كابتن بركلة جزاء أو طارد لاعب، احنا هذه الأمور ما نحبذ أن تحدث الحكم، ممكن يخطئ بأمور أخرى ثانوية يعني لا تؤثر على نتائج المباريات، هذا اللي نتمناه ويتمنى أيضا هو الحكم نفسه، لكن ما بيليت حيلة. طيب كابتن حازم أنا أشكرك الشكر الجزيل، شرفتني نورتني هواي، وبالتأكيد رأيك مهم ومسموع، ونتمنى دائما السلامة لكل أركان اللعبة، السلامة والنزاهة والعدالة لكل أركان لعبة كرة القدم، والمتعة أيضا توفرها كرة القدم، وبالتالي نتمنى كل الخير لكل رياضتنا العراقية ولوطننا العراق بالتأكيد بشكل عام. حلقة اليوم انتهت أصدقائي، بكرة نلتقي إن شاء الله بنفس الموعد، دائما اللعب 12 عبر الشرقية من الأحد إلى الخميس، إلى اللقاء.